صراحة دوزنا واحد الفترة صعبة، الكل تيعرف دزنا واحد المحنة ديال فيروس كورونا. الحمد لله بقينا قويين وعازمين، وكنا طموح باش أننا نحققوا واحد النتائج إيجابية في هاد العشرة مقابلات اللي ماجيين. الحمد لله تنبغي نهنى جميع مكونات طنجة، كيف ما كيعرف الجميع وشاهد المقابلة، اللاعبين كانوا صراحة كانوا واقفين في التيران وطبقنا التعليمات ديال المدرب. هذا الفوز هذا غادي يعطينا واحد الثقة إن شاء الله من هنا القدام كبيرة الحمد لله، لا سيما أننا فزنا على فريق الرجاء والكل تيعرف فريق الخصم. الحمد لله غادي نزيدو نخدمو نساو هاد المقابلة هذه. أنك تلعب ضد فريق اللي كيحتل المرتبه الاولى، اللي صراحه عن جداره واستحقاق، عنده لاعبين اللي في المستوى، عنده مدرب في المستوى. صراحه جميع المتتبعين ديال الكره ولا داك ما كانوش تيقولوا ان فريق اتحاد طنجة انه غادي يفوز، بعد ما كان واحد التوقف اللي بسبب الكوفيد 19 اللي توقفنا عن مزاوله التدريب ديالنا لمده ما تفوق 15 اليوم. اللاعبين كانوا عازمين انهم يقدموا واحد اللقاء، لانك الا بغيتي تكبر خاصك تلعب ماتشات كبار باش تبان كبير. الحمد لله ربي ما خيبناش، قمنا بالتعليمات اللي عطانا السي بيدرو، اننا نديروا البلوك ديالنا ونبقاو واقفين. تسنينا واحد الهفوه اللي على ادراج الهدف، الهدف الاول. الحمد لله ثلاثه النقاط ضد فريق وفي الملعب ديالو ما غادي تزيدنا الا واحد العزيمه والاصرار باش نخدمه. هو صراحه جميع اللاعبين اللي تصابوا معنا في هذا الوباء، الحمد لله كان عندنا واحد الموعد الذهني اللي كان في الوقيته اللي اننا تصابينا فيها، كان تصادفت الصدفه انه كان معنا، صراحه هضر معنا وعانا وعانا بالفيروس كيفاش داير، ودار لنا واحد الحمله تحسيسيه. الدراري عرفوا شنو كاين، كنا خصنا نديروا الحجر الصحي ديالنا، نشربوا الدوايات ديالنا، وهذاك الحمد لله الامور دازت بخير. فريق اتحاد طنجة ورجع اللاعبين الحمد لله كاملين اللي كانوا مصابين هما على رقعه الميدان. كنظن بانه انتصار مهم كما قلتي، الى شفنا الظرفيه اللي عاشها اتحاد طنجة، الظرفيه اللي عاشها المغرب ككل وجميع الفرق. كنظن بان الفريق الوحيد اللي ما لعب حتى مباراه لمده ديال 6 اشهر هو اتحاد طنجة. الفريق اللي اكثر تضررا من ناحيه ديال الاصابات ديال اللاعبين كان هو اتحاد طنجة، ولكن الحمد لله اليوم بهذه العقليه الانتصاريه، بهذه العقليه ديال التحدي اللي دخلوا بها اليوم اللاعبين، من طبيعه الحال كاين توجيهات مهمه من الناس التقنيين على راسهم المدرب سي بيدرو. اللاعبين كانوا في مستوى طبقوا، احنا حاولنا على اننا نوجهوهم والبقيه فهم كملوها الحمد لله. انتصار كما قلتي مهم اللي غادي يعطينا واحد الدفعه معنويه، مازال الطريق امامنا صراحه طويله، ولكن هذه فرحه مستحقه. كنهني جميع اللاعبين، كنهني جميع المكونات ديال اتحاد طنجه، وكنتمنى ان شاء الله القادم يكون افضل ان شاء الله. ما غاديش نخفيك السر، حتى انا دوزت هاد لا فورماسيون ديال كوتشينغ مونتال، ومن القدوم ديالي الى جانب الامور اللي هي تقنيه من طبيعه الحال واللي هي واحد النسبه ديال 99%، كيبقى واحد 1% كنحاولوا على اننا نعاونوا هاد اللاعبين، نخليهم يثقوا في الامكانيات ديالهم، لانهم عندهم امكانيات هائله. ممكن على انه الا تنظمت وسط الميدان ممكن نشوفوا اداء في مستوى، الشيء اللي شفنا اليوم الحمد لله، لا من الناحيه الدفاعيه لا من الناحيه الهجوميه كنا منظمين.